في مكان آخر من أماكن هذا الكرنفال الكبير تتواصل الأفراح والفعاليات، نحاول الدخول خلف الكواليس ومعرفة بعض هذه الأسرار التي كانت خلف هذا العمل الجبار. معي في هذه اللحظات هنا الأستاذ عبد الله أحمد الطاوي، رئيس فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بجدة، في حوار نتحدث فيه عن هذا الحفل. بداية أستاذ عبد الله، كيف رأيت، كيف شاهدت هذا الكرنفال وفرحة 1200 شاب وفتاة؟ اليوم حقيقة أنا في قمة السعادة أن نحضر ونشارك 1200 من أبنائنا وأخواننا وأخواتنا وبناتنا العرسان. وحقيقة اليوم كان عمل رائع، عمل مرتب، عمل جبار، عمل يعني نتوقع كل عام أن يكون هذا العمل في الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج من أحسن إلى أحسن. شرفنا جميعا اليوم بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد الذي يحرص دائما على مشاركتنا الأفراح. شكرا لرئيس مجلس الإدارة، لأعضاء مجلس الإدارة، للداعمين لهذا الكرنفال اللي حقيقة نفتخر أن نجد هذه الفئة الغالية علينا تبني عش الزوجية، تبني الاستقرار، تبني دعم الوطن إن شاء الله. توقفت عند كلمة الداعمين، للداعمين دور كبير جدا في تحقيق هذا الكرنفال وما خلفه من هذه الزيجات التي يعني تقدر بعدد كبير جدا. كيف شاهدت هذا العطاء المتوالي عاما بعد عام؟ حقيقة يعني يشكرون على هذا الدعم، وجدنا الحماس من الرعاة. يعني أنا على تواصل دائما مع رئيس مجلس إدارة ومع العاملين في الجمعية. حقيقة أنا أقف عاجز عن الشكر على من هم يسعون إلى تكوين هذه الأسر، إلى مساعدة هؤلاء الشباب. وخير دليل كانت الراعي الماسي الشيخ صالح بن علي التركي حينما قال لا تبدأ الحياة الزوجية بدين، وهو ساهم وقال في كلمته أنه نحن نريد أن نقدم شيء حتى لا يكون العريش يتحمل أعباء. لنا هدف وبالتنسيق مع صراحة مع جمعية مساعدة الشباب على الزواج، أنه بدل ما كل واحد يعمل زواج ويتحمل أعباء إضافية على زواج، نعمل هذا الزواج الجماعي. نشكر حقيقة، وأنا أطلب يعني من جميع الناس الموسرين رجال الأعمال في جدة، في المملكة عامة وفي جدة خاصة، وأن تقوم بدعم هذه الجمعيات التي تساعد الشباب على الزواج. لدينا في منطقة مكة المكرمة، في جدة وفي مكة وفي الطائف، نسعد جميعا أن نرى هذه البسمة وهذه البهجة والسرور على هذه الفئة الغالية علينا. أخيرا وباختصار، هل تشعر بأن العقدة أو هذا التردد أحيانا من الزواج الجماعي بسبب الحاجز الاجتماعي ولا؟ أنا ممن يدعم هذا الزواج الجماعي، فلو أقدم مرة أخرى على زواج سأتزوج زواج جماعي. الزواج الجماعي يا جماعة الآن أصبح الشاب يبدأ حياته بأعباء إضافية وتكاليف، فإذا كان هناك زواج جماعي يشيل عني هذا العبء، ثم بعد ذلك حتى لو عمل زواج مختصر حاجة بسيطة حتى يفرح، احنا ندعم. انا ممن يدعم وايد الزواج الجماعي. سيد عبد الله احمد الطاوي، مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بجدة، شكرا لك، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، تتواصل الافراح وتتواصل فقرات هذه التغطية الخاصة من ارض الكرنفال. الان نذهب في تقرير خاص عن اختيار شريكة الحياة، نذهب الى هذا التقرير ونشاهد سويا.